طبعا احتفالية مهمة جدا النهاردة، احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. احتفال كل سنة بيكون فيه نقدر نقول هدايا من الرئيس لكل عمال مصر. النهاردة الرئيس أصدر حوالي 8 قرارات مهمة لصالح كل عامل، طبعا بالإضافة لتوجيه التحية لكل إيد مصرية، لكل إيد بتزرع الأمل. ودي كانت مجموعة من المصطلحات اللي يعني اللافتة اللي استخدمها الرئيس، حتى وصفهم العمال بأن هم أيادي بتصنع حياة كريمة وبتبني للحاضر وللمستقبل. من ضمن القرارات بقى اللي أعلن عنها الرئيس النهاردة وكانت قرارات مهمة جدا، أولا تخصيص 5 مليار جنيه لصالح صندوق إعانة الطوارئ للعمال، وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة اللي بيصرفها صندوق للعمال من 600 جنيه ل 1500 جنيه كحد أدنى للعامل. وهنتكلم عن أهمية الصندوق وعن تفاصيل تخص الصندوق ده، لكن الأول خلينا نستمع إلى الجزء ده من الاحتفالية النهاردة واللي دار فيه نقاش أو حوار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حوالين النقطة دي تحديدا. نسمع مع حضراتكم. مثلا الدكتور مصطفى، أثناء الكلام من وزير العمل على حجم القيمة اللي موجودة في الصندوق، لأن هو كل ما هتزيد هيبقى فيه فرصة إن احنا الإعانات تبقى أكتر وتبقى أرقامها حتى مناسبة مع ال، فمش عارف رأيك إيه. الميكروفون اهو يا دكتور، الميكروفون اهو، مش عايزين حجج لو سمحت. هو بس يا فندم يعني تأكيدا هقول لحضرتك، هو الرقم الحالي، لأن الصندوق الحقيقة من ساعة ما اتطور، من ساعة ما أنشئ، احنا شغالين على ان اولا عافينه من فكرة ان يبقى حسابه في البنك المركزي، بالعكس بيبقى بيسمح له ان يضع في بنوك تجارية وبيجيب عوائد. والحقيقة هذا الصندوق يا فندم، حضرتك تتذكر لما حضرتك وجهت وقت كورونا بان احنا نصرف للعمالة الغير منتظمة بمبالغ، هو اللي كان بيطلعها هذا الصندوق. وايضا اثناء مشاكل السياحة كان هو الاساسا يعني هو بيدعم الفنادق والمنشآت السياحية وقت ما كانت الازمات، واخرهم المجموعة اللي عرضهم معالي الوزير دول بسبب احداث غزة وتأثيرها على بعض المنشآت السياحية في جنوب سيناء كان بيصرف. هو حاليا الرقم، بس يعني تأكيدا تصحيحا للرقم، هو واصل دلوقتي الى ما يقرب من 8 مليار، وبيجيب العوائد بتاعته، وهو غالبا دلوقتي اللي بيتصرف منها هو العوائد. لكن حضرتك اللي تؤمر بيه يا فندم نزود شوية عشان اللي حضرتك امرت بيه. قول يا دكتور. اللي حضرتك امرت بيه يا فندم في ان زيادة الحد الادنى من 600 ل 1000. لا ما خلاص، ده ملوش علاقة بالموضوع. حضرتك تؤمر يا فندم. لا شوف رقم هنحط عليه عشان حاضر. يبقى عندكم فرصة ان انتوا، الفكرة كلها يا دكتور مصطفى لينا كلنا، ان انا كل الصندوق ده رقمه عوايده ما بتزيد، فرصتي على ان انا ادخل وادعم عمالة غير منتظمة، ادعم تحديات بتقابل شركات او كلام من هذا القبيل، اقدر اعمل ده. كل ما رقم كبير كل ما هقدر. انا بتكلم في عوايد. انا فاهم، ما هو ده العوايد، ما هو ده اللي عشان كده وانا بتكلم عشان كده. فاللي حضرتك خمسة يعني خمسة مليار. خمسة مليار خلاص. شكرا. طب والألف دول هنزودهم ولا ايه بقى؟ ها حضرتك تؤمر بيه يا فندم نخليهم اكتر يعني، لان طبعا ألف حتى دلوقتي تعتبر رقم بسيط يعني. ف طيب انا بتكلم ها ف اللي حضرتك 1500 يعني، لو ممكن حضرتك يعني احنا هنبقى ممكن نقترح 1500 حضرتك. 1500 كويس. خلاص شكرا جزيلا.